مينونة انت مينونة؟ لو سمحتي بدرية ما يخصك فيني. بس هنادي شو اللي غير رايك فجأة؟ من اللي اشوفه سلطان ما في شيء، انا كنت متوقعته اسوأ من كذي. انت بتدفنين عمرك بالحياة؟ هنادي سلطان ما يصلح لنا، فهمي؟ ابتسام خلي هنادي تقرر بروحها، هي مو بياهل. انتو مو طبيعيين، اكيد عمتي سحرتكم. ميثا ساعدوني على قراري، لا تكسرون مياديفي. شو اللي غير رايها فجأة؟ الوقت يا سيف، الوقت. اسألني أنا، كل شيء علاجه الوقت. الغريبة أن سلطان ما قال شيء، سكت وطلع. سلطان يسوي كل شيء علشان يرضينا يا سيف، الله يحفظه ويصلح شانه. يا ريت عندي ولد شراته. مريم ايش فيك ساكتة؟ يعني ما فرحتي لي يوم هنادي وافقت ولا قلتي شيء؟ انت تستاهل كل الخير يا سلطان، بس انا في شغله قالت لي عنها ميثا شغله بالي. واحده من الموظفات اللي عندنا اختفت ومو لاقينها، والشرطه قلبت الدنيا عليها. شلون يعني مو لاقينها؟ ما اعرف، مسكينه عاد هاي البنت معاي في المكتب، اكيد امها الحين في حاله سيئه. ان شاء الله يلقونها. ان شاء الله يا رب. تعرف انا اخر واحده كنت معاها، وصلتها للعياده وكانت تقول انها تعبانه ومريضه. زين انت قلتي حق الشرطه بهالشغله هذه؟ لا، لاني ما داومت. الله يهداك، ومخليه امها بهالحاله، انت تدلون بيتها؟ اي ادله. ليش سيف؟ انا اخذت من البيزات علشان علاجك. تاخذين بيزات اخوك وهو طايح بالمستشفى، مو حلوه يا وديمه. الله يهديك، انت تدري ليش اخذتهم؟ وش قصدي؟ قصدي علاجك، مو علشان اصرفهم على شيء ثاني. لا لا لا، انا ما ابي شيء منهم، خاصة بعد ما صار اللي صار. خلي الفلوس حق البنات، هما اولى. زين، نحن اليوم بنملك بهنادي. اللي تشوفينه هذه بنت اخوك. وسلطان ولد اختك؟ انت ايش فيك ما مرتاح؟ ليش ما تشجعني؟ اخاف من تبعات هذا الزواج، واخاف نندم. لا تخاف، انا ما صدقت لبنيه توافق فجاه، ابى تلاحق الموضوع قبل تغير رايها. اهم شيء سلطان ما يغير رايه. تلفونه مقطوع الحقير. انزين هو ما عنده ارقام ثانيه؟ يعني من زوج شركاته عشان يكون عنده ارقام ثانيه؟ نفس اللي صار لي، خدعني اللي ما يستحي. يعني عمتي معاها حق؟ يعني هذا وقتك تشجعين عمتك؟ انتوا ليش زعلانين؟ مو بحسن لكم عشان تعرفون نوعيه هذيل الشباب اللي ما مهنتهم غير التسلي واللعب بعواطف البنات. يعني الحين خلاص صرتوا كلكم تفهمون وانا طلعت البنت الغشيمه؟ سوي اللي تشوفينه، ما عليك من حد. وانا بسوي اللي تبي عمتي، لاني اكتشفت للاسف اني انا ما افهم الناس. انتم ماخذين الدنيا عناد مع الكل، عاندتوا امي وابوي، وهم الحين تبوا تعاندون عمتي؟ ما عليك منها، هذه تنازلت عن أبسط حقوقها. خلينا احنا ثابتين على موقفنا. بالمبارك يا سلطان. الله يبارك فيك يا شيخ. مستأذن احنا. حياك الله، المفروض تتعشى معنا يا شيخ. خله، الظاهر الشيخ مسوي رجيم. يلا مع السلامة. مع السلامة، حياك الله يا شيخ. مع السلامة. حياكم الله يا شباب، ما قصرتوا، حياكم الله. بالبركة. الله يبارك فيك يا خالي، ما قصرت، ما قصرت. ألف مبروك يا حبيبتي، أنا الحين اطمنت عليك. أنتي الحين دخلتي حياة ثانية. أتمنى عاد يا عمتي ما تسوين طقطقة وطبول، عشان الناس ما يعايروننا. بيقولون ابوهم طايح على الفراش وهم قاعدين يستانسون. تطمني،
اعزموا صديقاتكم اللي تبونهم وبنسوي عرسنا في هدوء. شيء أوامر ثانية بعد؟ عمتي الريال كلمتك عنه باكر إن شاء الله بيخطبني. حياها الله. وين؟ أنا شو عندي غير أفرح فيكم؟ مبروك مقدما يا ميثا. ومنو هالمعرس ما شاء الله؟ المعرس هذا واحد يستاهل أن الواحد يضحي عشانه. إن شاء الله عاد يكون ولد أصل وفصل وما يشرد مثل غيره. الغايب حجته معاه. تطمنوا ميثا تعرف تختار. إن شاء الله يا ربي أشوفكم كلكم عرايس. شكلك يا عمتي ما عندك شغلة إلا تزوجينا كلنا بسرعة وقت ممكن. بدرية ما لا داعي هالكلام، لا تخربين فرحتي. ما علي، باكر بتعرفون من الصحب هالبيت. تفضلي. سلطان انا رايي من راي خالي تسوون عرسكم مع عرس ميثا، على الاقل توفرون الوقت والماده. اي بس يمكن الريال ظروفه ما تناسب ظروفي. بتناسبه، طول ما الموضوع في يد وديمه بتناسبه. تطمن. يلا عن اذنك بروح غرفتي. وين رايحه؟ قولي لي ايش قالوا عني؟ قصدي يعني هنادي ايش قالت؟ تصدق سلطان انا كل قعدتي معاكم هناك كانت تمثيل بتمثيل، كله عشان خاطرك. ولا انا مالي خلق حق شيء، عندي كآبة. كآبة؟ ايش فيك؟ ايش مزعلك؟ اتذكر نفسي وحالي بهالدنيا، واتذكر هالبنت اللي اختفت فجأة، واتذكر نورة اللي تطلقت. دوام الحال من المحال. تصبح على خير. ايش فيك تصيحين؟ اصيح من ردات حظي بهالدنيا. وش في حظك؟ كنا البخت. تطمني زين علي؟ ما دام صاحية وما فيك شيء، انت محظوظة. يلا قومي. وين؟ عندي حجوة بقلبي، ودي اقولها لميثا وهنادي. انا من رأيي ما نترك البيت، اي وحدة تتزوج تقعد هني. وليش بالله؟ ليش؟ عشان ما نخلي البيت لحضرة العمة وديمة. اي ما يخالف، بس اخاف سلطان ما يرضى. اذا قلتي له بيرضى، بس هالبيت ما رح تخلونه، تسمعوني؟ انا عن نفسي موافقة، بس للأسف خيب ظني اللي ما يتسمى. لا هنادي لازم تروح تعيش مع سلطان في بيتهم.